عرف الملتقى الدولي الثامن لصيدلية الاستشفائية وصيدلية الأورام مشاركة مجموعة من الشباب الجزائريين الطموحين إلى التميز والرياضة أقول في مجال الصيدلة. نور إسلام قليل والتفاصيل. شباب واعد، ذلك الذي حضر بطموح أشغال الملتقى الدولي الثامن للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام بالجزائر العاصمة. شباب من مختلف أنحاء الوطن قاده شغفه للمشاركة في الحدث البارز الذي جمع شمل نخبة تتطلع إلى آفاق لا حدود لها في مجال الصيدلة. كان لنا الشرف أننا شاركنا اليوم في هذا الملتقى دونك الثامن، ملتقى دولي. هو بيان سيغ احنا يعني ليزونكولوج أطباء الأورام نشاركوا دائما مع الإخوة الصيادلة، لأنه باه نقوموا بالمريض تاعنا بصفة كاملة وشاملة لازم التعاون، التعاون بين الطبيب، بين لو بيرسونيل باراميديكال، الصيادلة، وكذلك كما شفنا في هذا الملتقى أنه أكتوالمون ميم عندنا الذكاء الاصطناعي دخل ميم هو في لا بريز ان شارج تاع لي باسيون ويسهل الامور بزاف، دونك فريمون الله يبارك، يعني كان ملتقى ثري جدا ثري. هؤلاء المتفوقون اختاروا اللياقة البيضاء، جعلوا منها قضية حياتية ومضوا في هذا الطريق رغم مشاقه العديدة، وذلك لإيمانهم العميق بنبل الرسالة الإنسانية التي يحملها هذا المسار. اليوم أنا متشرف أنه نكون ضيف في مؤتمر لاسافو، مؤتمر جد مهم للصيدلة في الجزائر والصيدلة بصفة عامة، مؤتمر يتضمن كل التطورات الحديثة في عالم الصيدلة وفي عالم الطب بصفة عامة والسرطان بصفة خاصة. La pharmacie clinique se développe en Algérie, ça c'est un très bon point. La pharmacie clinique oncologique se développe en Algérie, je le vois à travers les différents échanges avec mes collègues algériens. La fabrication des chimiothérapies qui sont administrées au sein des hôpitaux se centralise de plus en plus. نجاح وآفاق واعدة تنتظر هذه النخبة من الجزائريين الذين يطمحون إلى وضع بلادهم في مصاف الكبار في مجال الصيدلة، هدف تترجمه الإرادة العظيمة التي تتضح جليا في كلماتهم وتعابيرهم. فالجزائر اليوم لديها أبناء يمكنها أن تعول عليهم لتحقيق نتائج واعدة في هذا المجال.